والناس بيحصل لهم كده في فلسطين. انا حاسس، معلش سامحوني لو احساسي اوفر شويه، بس انا حاسس ان انا لو عملت كده هبقى انا اكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني ان انا خذلتهم، مش عارف اعمل لهم حاجه. يعني كفايه علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا ومفيش حد بيعمل لهم حاجه، فكمان انا مش هبقى ساكت بس، يعني انا كمان عمال اهزر واغني وارقص واللي بيحصل بيحصل في فلسطين. فانا بعتذر جدا عن ان انا اشارك في موسم الرياض. والله 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 لو انا بحترمك مرة، انا دلوقتي بحترمك 1000 مرة. يمكن حاولت اوصل الكلام دوت لبعض اصدقائي اللي كانوا بيعرضوني، انت ليه موقف شغلك؟ ليه الاستوديو بتاعك مش شغال؟ ليه في ناس طالبة شغل وكلمات والحان وكلام من ده؟ انا مش عارف من جوايا، القصة مش قصة شغل يا جماعة. احنا المفروض بني ادمين، المفروض بني ادمين، مش بنبيع الوهم للناس ولا طالعين علشان نمثل على حد. لو انت فعلا ده مش من جواك، انت فعلا مش هتبقى قادر ان انت تكمل ولا قادر ان انت تعيش. كل اللي انت بتشوفه دوت ازاي مش مأثر عليكم؟ ما الفنان من انهي اتجاه وتقولي اصل دوت لقمة عيشي ودوت اصلا ماليش مصدر دخل تاني. يعني كل اللي انت عملته ده مش مقضيك، مش مكفيك؟ الملايين اللي انت عملتها مش مكفياك؟ طالع كمان تعمل لي فيديوهين ولا ثلاثة علشان تتاجر على دم الشهداء دول؟ لا برافو، برافو والله، بجد بجد محمد سلام من الشخصيات النظيفة، حقيقي من الشخصيات النظيفة اللي فعلا الواحد لو كان بيحبه مرة هو بيحبه دلوقتي 1000 مرة. قسما بالله انا في قلب الاستوديو، انا بيجي لي تليفونات، تمام؟ يعني فكرني بالظبط والله بفيلم الغريب لما كان في عز القصف وكلام من ده، ومراته بتكلمه وتقول له عايزه 6 كيلو سمك وجمبري. بيكلموني ناس يا عايزين بقى اغنيه كلها دندشه وفرفشه كده، اعملها لك ازاي؟ اعملها لك ازاي؟ انا مش طايق اسمع اي مزيكا في وداني. كفايه متاجره بدم الناس قدام الشاشات. لو انت فعلا فعلا ده موقفك، اعمل زي الراجل المحترم دوت. احب اقول في الاخر بس، اللهم طهر قلبي من النفاق وطهر اعمالي من الرياء. الفيديو ده مش مقصود بيه اي حاجة خالص غير ان انا فعلا في مشكلة. انا بقالي كتير جدا مش عارف اسافر ولا اعمل ايه. امبارح كنت قاعد مع اصدقاء ليا فنانين اصدقائي، ففي ناس قالت لي سافر، ده أكل عيشك. وفعلا أنا التمثيل هو مصدر دخلي، يعني ده رزقي ورزق أولادي واللي بصرف عليه من بيتي من التمثيل. طيب دلوقتي أنا لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ أكيد لأ، بس الناس هي اللي بتموت هناك في غزة دلوقتي. برضو حاجة تانية، دلوقتي أنا عارف طبعا إن التمثيل وكل الناس اكيد لو حد هاجمني يعني في اللي انا بقوله هيقوله بس التمثيل ده رسالة معاك طبعا، وخصوصا الكوميديا، وان انت تضحك حد وتطفي عليه روح البهجة. ويعني من ادخل البهجة على قلب مؤمن لأجر طبعا، والمفروض ان انت فكرة ان انت تدخل البهجة على قلب حد ده شيء يعني كويس جدا. بس السؤال، مين اللي احنا محتاجين ان احنا ندخل البهجة على قلبه دلوقتي؟ مين؟ شكرا.